أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ضمن الأسابيع الثقافية التي نظمتها وتنظمها وزارة الأوقاف، وذلك لنشر الفكر الوسطي والوعي والانتماء الوطني ونشر الثقافة ونشر سماحة الدين الإسلامي الحنيف في ربوع بلادنا الحبيبة مصر. وحمدا لله سبحانه وتعالى، وأكرر ذلك كثيرا، أن عادت مساجدنا لتؤدي رسالتها على أكمل وجه، لتؤدي رسالتها الدعوية والخدمية من حيث عمارة المساجد بالصلوات، تلاوة القرآن الكريم من خلال المقارئ العامة في مساجد مصر العامرة في أنحاء الجمهورية، المقارئ النموذجية في المساجد الكبرى في بلادنا الحبيبة مصر، حلقات العلم ومجالس العلم والذكر من مجلس الفقه إلى مجلس الحديث، للدروس الدعوية التي تؤدى في مساجد مصر العامرة، إلى الأنشطة الخدمية والأنشطة الثقافية التي تربي النشء وتربي شبابنا على الفكر الوسطي وعلى سماحة ديننا الإسلامي الحنيف، فحمدا لله عز وجل. ونحن هنا نبدأ أول يوم من أيام هذا الأسبوع الدعوي الثقافي في محافظة الجيزة. هناك 9 محافظات يقام فيها هذا الأسبوع الدعوي الثقافي على أنحاء جمهورية مصر العربية، فحمدا لله سبحانه وتعالى. ومن حسن الطالع أن نلقاكم أيها الأحبة ونحن نستعد لدخول شهر الخير والبركات، شهر الرحمة، شهر القرآن، شهر صلة الأرحام، شهر العتق من النيران، فالعد التنازلي لدخول شهر رمضان بدأ ولم يبقى على دخول هذا الشهر الفضيل سوى 4 أيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم يدور
حول التوبة سبيل الفلاح، ويحضر معنا في هذا اللقاء قارئا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ مصطفى الشجري، من السادة العلماء. يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الذي حقيقة استمتعت بصوته الندي وهو يؤمنا في صلاة العشاء، فضيلة العالم الجليل سعادة الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف الجيزة. ومعنا من السادة العلماء فضيلة الدكتور العالم الجليل صبري حلمي الغياتي، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف الجيزة. أيها الأحبة في كل مكان، عندما دخلت هذا المسجد سجدت لله شكراً على فخامة هذا المسجد العامر، على هذا الطراز الحديث في بناء مساجدنا، على التنظيم وحسن الاستقبال من العاملين في هذا المسجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مساجدنا وأن يجعلها عامرة إلى يوم القيامة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، يبشركم حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. لحظات، ونبدأ هذا اللقاء بالقرآن الكريم في هذا الجمع الذي جاء ليستمع لكتاب الله عز وجل بالأصوات الندية، وجاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم من علمائنا الأجلاء الأفاضل، وجاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال. ونحن في هذه الأيام الكريمة المباركة، أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وقادة وزارة الأوقاف، وجمع من رواد هذا المسجد العامر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجزاء في وزارة الأوقاف. فحسناً تفعل وزارة الأوقاف عندما تتخير الموضوعات التي تهم المجتمع ليتحدث فيها علماؤنا الأجلاء. فاللهم يا رب، كما بشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا المجلس تحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة والطمأنينة، والله سبحانه وتعالى يذكرنا في من عنده. فاللهم يا رب العالمين، اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين. خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة
يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم إنك على كل شيء قدير. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
فلم يغنيا عنهما من
ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب الأصوات الندية، الأصوات الجميلة، خاصة في تلاوة القرآن الكريم. وكان يطلب من سيدنا عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم بصوته العذب الجميل. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف. واليوم هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الثقافي الذي يقام في هذا المسجد العامر برعاية كريمة
من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، موضوع اليوم يدور حول التوبة. التوبة سبيل إلى الفلاح. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما سنسعد ونروي ظمأنا من علمائنا الأجلاء في هذا اللقاء، كان حريصا على الاستغفار وعلى التوبة إلى الله عز وجل، وكان يقوم بين يدي الله عز وجل تائبا مستغفرا. فتقول له السيدة عائشة: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا يدور حول التوبة سبيل الفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا توبتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى أولى كلمات العلم من سعادة وفضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف الجيزة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. كل عام أنتم بخير. بقرب حلول شهر رمضان أعاده الله على الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات. وبداية أشكر الدكتور أحمد القاضي على ما قدمنا به، وأستغفر الله سبحانه وتعالى من التقصير، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. وأستاذنا المفضل كما تعودتم هو مذيع وعالم جليل بارك الله سبحانه وتعالى فيه. وأشكركم جميعا على حضوركم المشرف وحرصكم على استماع الكلمات التي تقال في هذا المسجد وفي هذا الأسبوع الثقافي، وهي سنة حسنة الأسابيع الثقافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان من ابتكرها، وأن يرزق الجميع الثواب والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد سبقني الدكتور أحمد في وصف هذا المكان الرائع الذي نحن فيه، بيت من بيوت الله، هذا المسجد المنظم، وهذا الاستقبال الرائع من القائمين عليه. نسأل الله سبحانه أن يجعله ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. أيها المسلمون، نحن في قرب حلول شهر رمضان بعد منتصف شهر شعبان. وشهر شعبان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيه
أننا نعبد ربنا في وقت الغفلة، فهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب الذي هو من الأشهر الحرم وبين رمضان الذي يستعد الناس له. والعبادة في وقت الغفلة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأخبرنا أيضا بأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فإذا كنت تعلم أن عملك سيرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فيجتهد الإنسان منا أن يجعل وقته طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. إذن حكمة الله عز وجل أن جعل الملائكة عندما تنزل لبني آدم تجدهم في وقت طاعة في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا ما يشهد به حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن الصائم في عبادة دائمة. شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن يخلق بعضا من خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهؤلاء هم الملائكة. وهناك من يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يطيعه، وهم الشياطين. ولكن الله عز وجل جعل ابن آدم يعصي الله ويتوب ويستغفر ويرجع إلى ربه سبحانه، ولذا ينادي عليه: يا بني آدم، أي لكم الأسوة والقدوة في أبيكم آدم عندما عصى ربه سبحانه وتعالى، تاب ورجع إلى الله. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فأنت لا تأخذ الأسوة في المعصية فقط، ولكن خذ الأسوة في القدوة والقدوة في الطاعة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها العاصي التائب إلى الله عز وجل، الله يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن الذي يقنط العاصي التائب من رحمة الله عز وجل؟ لا يستطيع أحد. ومن قنطه لا يعرف منهج القرآن ولا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبداية الآية أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه: قل يا عبادي. يقول: الذين أسرفوا على أنفسهم، والمسرف لا يفعل الشيء مرة ولا مرتين، وإنما يكثر من فعله. فمهما بلغت ذنوبك فالله عز وجل غفار وتواب وغافر الذنب،
تلك الصفات أو الأسماء الحسنى التي لابد لتحقيقها أن يكون العبد عاصيا ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ولذا ينادي ربنا سبحانه وتعالى على عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولو ختمت الآية عند هذا لكانت كافية في عدم القنوط من رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب لمن استغفر ورجع إلى الله عز وجل. ولكن انظر إلى جملة الآية بعد ذلك: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. الله عز وجل كلامه لا يحتاج إلى تأكيد، فكلامه صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. فتأتي إن الله يغفر الذنوب ويأتي لفظ جميعا للتأكيد، ثم يقول إنه هو الغفور الرحيم بجميع المؤكدات التي تراها، كي لا يأتي أحد من الناس لا يعرف منهج القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقنط الناس من رحمة الله سبحانه، كما فعل هذا الذي سئل عندما قتل رجل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. وتعرفون الفرق بين العالم والعابد، وفرق بينهما كثير، كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. وهنا أقول إن أثر التوبة على المجتمع هي تصلح المجتمع. تخيل لو كان العاصي لا تقبل توبته، القاتل ماذا يفعل؟ هل يكف عن القتل؟ لا. والسارق وغير ذلك من الذي يفعل المعاصي إذا كانت توبته لا تقبل فسيزيد في معاصيه، ويكون أثر ذلك على المجتمع بالضرر. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن قبل التوبة عن عباده أو من عباده، وسماهم عبادا له رغم أنهم عصوه. بتوبتهم ورجوعهم إلى الله لا يزالون من عباده. فأطرح هذا السؤال: هل العاصي خارج من الإيمان؟ لا، العاصي مؤمن. هل العاصي في عباد الرحمن؟ نعم، إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل. هل العاصي في عداد المتقين؟ نعم، رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلى هنا الآية وعقلنا يقول هؤلاء هم المتقون. أما بعد ذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هل المتقون يعصون الله سبحانه وتعالى؟ نعم، لأن كل ابن آدم خطاء كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي:
الذي رواه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. هذا حديث نبوي. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وفي الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به. لما بتقول رب اغفر لي بتقر ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يؤاخذك بالذنب، وهو وحده القادر على ان يغفره لك. فاذا ما تبت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى واقلعت عن المعصية وعزمت على الا تعود اليها، فانت تائب الى الله سبحانه وتعالى، مقر ان الله جل وعلا هو قادر على أن يؤاخذ بالذنب ويغفره. فيقول الله جل وعلا: قد غفرت لعبدي. ولكن الشيطان دائما يأتي للإنسان ويحاول أن يبعده عن طريق الله عز وجل، فهو الذي قال لربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركب فيه الهوى والشهوة. لماذا؟ ليجلب بذلك ما ينفعه. وركب فيه الغضب. لماذا؟ ليدفع عنه ما يضره. والشيطان يحرض الإنسان على الإسراف في اجتلابه واجتنابه، في اجتلابه، في شهواته وملذاته واجتنابه المعاصي، يحرضه على الإسراف فيها. والعقل المضبوط بضوابط الشرع يبتعد عن الإسراف، ويكون هو ميزان العدل الذي يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وينتهي عما نهى الله عز وجل. المعصية نوعان: إما ترك مأمور أو فعل محظور. فعل منهي عنه، ترك مأمور أو فعل محظور. تخيل أيهما أعظم وأشد وأكبر إثما، فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ فعل المأمور أشد من ترك المحظور. يعني انت لما تؤمر بالصلاة وما تصليش انت كده تركت مأمور. نهيت عن السرقة فسرقت كده فعلت محظور. طب جبت الكلام ده منين؟ ان المعصية اللي هي بترك المأمور اكثر جرما واعظم عند الله من فعل المحظور. معصية ابينا ادم كانت ايه؟ فعل محظور، لا تقرب او لا تقرب هذه الشجرة، ففعل المحظور. اما معصية ابليس فكانت ترك مأمور: اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. لا تتهاون بترك ما امرك الله سبحانه وتعالى به، فترك المأمور أعظم خطرا عند الله سبحانه وتعالى من فعل المحظور. أذنب عبدي ذنبا فقال رب اغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أصاب ذنبا آخر فقال رب اغفر لي. قال الله سبحانه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ولكن هناك من العوامل التي تأخذ الإنسان أيضا إلى البعد عن الله عز وجل: الهوى، الشهوة، والدنيا، والشيطان، كلها تأخذ الإنسان بعيدا عن الله عز وجل.
فيصيب العبد ذنبا آخر فيقول رب اغفر لي، فيقول الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذا ليس إباحة أن الإنسان يفعل المعاصي، ولكنه دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله عندما يفعل الإنسان المعصية. أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان، إن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل، والإنسان يخلط العمل الصالح والآخر السيء، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجبة. إذا سمعت عسى من الله فهي متحققة الوقوع من الله عز وجل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، فهذا وعد لهم بالتوبة منه سبحانه وتعالى. لو أراد الله خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لخلقنا كالملائكة، ولكنه أراد أن يكون الإنسان دائما يرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه. وكما ذكرت أن التائب في عداد المتقين، قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم، جزاء من؟ جزاء المتقين، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي سورة الفرقان ذكرهم أيضا بوصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ليست مجرد قبول التوبة فقط، وإنما أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث أن عبدا من عباد الله عز وجل يعرض الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة صغار ذنوبه ويقول بينه وبين نفسه: لي ذنوب كبيرة، ويتمنى ألا تكون موجودة، فيقول الله سبحانه وتعالى: هذه ذنوبك؟ يقول: نعم. يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم أبدلها لك حسنات. وهنا يقول العبد: يا ربي لي ذنوب لا أراها هنا، إذا كانت تبدل حسنات. انظر بعد هذه الآية لكي تعلم أنهم ما زالوا في إعداد عباد الرحمن، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور فهو ما زال يعدد في صفات عباد الرحمن. فلا يقنط الإنسان من رحمة ربه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقرب ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يتوب علينا وأن يقبل توبتنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم وسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. ثلاثة قابلتهن بثلاثة، ولتغلبن أوصافه أوصافي. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا تفضلا وكرما وجودا من عنده سبحانه وتعالى. هكذا أيها الأحبة، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة العطرة من فضيلة العالم الجليل سعادة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة، والتي حدثنا فيها عن المبادرة والمسارعة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والإنابة إليه، خاصة في هذه الأيام الطيبة الكريمة المباركة، ونحن مقبلون على شهر الخير والبركات، شهر الرحمة، شهر العتق من النيران، شهر القرآن الكريم، كما بشرنا. وحقيقة أثلج الصدور، خاصة للذين أسرفوا على أنفسهم، وذكرنا ببشارة المولى سبحانه وتعالى لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا يا رب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم تحدث فضيلته وسعادته عن الذنوب والمعصية وترك المأمور وفعل المحظور، وعبارة حقيقة أنا استفدت منها من فضيلته: هؤلاء هم علماؤنا، وهذه هي بلادنا الحبيبة مصر. حفظ الله علماءنا الأجلاء بحفظه، وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، ونصرها بنصره، وسترها بستره، ورزقها برزقه. أيها الأحبة، كما استمعنا من فضيلة العالم الجليل سعادة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، أن رحمة الله واسعة، لا نيأس أبدا من رحمة الله مهما بلغت ذنوبنا. جاء في الأثر مشهد أن رجلا كان له صنم يعبده، وكان يدعوه: يا صنم اسقني، يا صنم اطعمني، يا صنم اقضي لي الحاجات، يا صنم فرج كربي، إلى آخر. أخطأ لسانه وقال: يا صمد. فقال مولانا سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه: لبيك عبدي. فقالت الملائكة: يا رب، أنت تعلم أنه يقصد الصنم، ولكن اللسان أخطأ، لسانه أخطأ. فقال المولى سبحانه وتعالى الواسع الرحمة الرحمن الرحيم: أستحي أن أدعى باسمي ولا أجيب. يا رب يا رب، ونحن في هذه اللحظات الكريمة المباركة، اغفر لنا ذنوبنا، وطهر قلوبنا، وتولى أمرنا، وفرج كروبنا،
واجعل هذه الأيام الكريمة المباركة شاهدة لنا لا علينا. بارك لنا في شعبان، وبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. أيها الأحبة، ما زلنا معكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي في الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في هذا المسجد العامر، مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، نواصل هذا اللقاء الطيب المبارك بكلمات العلم، ويحدثنا الآن عالم جليل أيضا فضيلة الدكتور صبري حلمي الغياتي، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف الجيزة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثرهم وسار في طريقهم واهتدى بهداهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الحق أن الحديث عن التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى حديث يتكرر بتكرر الزمان والأيام والحدثان والإنسان، وذلك أن هذه هي طبيعة البشر التي خلقنا الحق تبارك وتعالى عليها. وبعد أن أفاض سعادة الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة في الحديث عن التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، أحسب أنه قد بقي لي سؤال يتردد في نفوسنا جميعا، وهو: كيف أعالج نفسي من الخطايا، أو كيف أبتعد بنفسي وأنأى بنفسي عن الوقوع في الذنب وعن الخطيئة؟ نعم، كلنا خطاؤون، ونعم الحق تبارك وتعالى يقبل توبتنا إذا عدنا إليه سبحانه وتعالى، ولكن لنا باب من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان لا بد أن نقف عنده. طيب، هو علشان أعرف المعصية بتيجي إزاي؟ أنا إزاي بعمل المعصية؟ شوف، أي حدث أنت بتعمله هو في الأصل إيه؟ فكرة. أي حدث سواء كان طاعة أو معصية هو في الأصل فكرة. الفكرة دي جات لك عبر نفسك، عبر الشيطان، حاجات تانية، الهوى. طيب، الفكرة دي الأثر المباشر بتاعها علشان أنا أبدأ أعالج قلبي أو أعالج نفسي أو أعالج المشاكل اللي أنا عايشها من الأول، من البداية، من الفكرة. قال لك خلي بالك في حاجة العلماء تكلموا عنها اسمها الواردات على القلب. طب ليه القلب؟ اشمعنى القلب؟ قال لك خلي بالك، لأن أي فكرة للطاعة أو للمعصية هي أساساً فكرة واردة على الإيه؟ على القلب. تمام؟ لأن ده من عمل القلب، حتى العقل ده قوة عاقلة، قوة من قوة القلب، إنما هو الأصل عندنا القلب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكلام ده لما يقول لنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. يبقى كأن إذن أنا مطلوب مني من دلوقتي إن أنا أبدأ في إصلاح قلبي. طب أنا هبدأ في إصلاح القلب ده إزاي؟ قال لك شوف الواردات التي ترد على القلب. الواردات دي بنسميها الخواطر أو الواردات على القلب. وخلي بالك يقول لك أنواع الواردات عندنا، القلب بتاعك ده يرد عليه من الأفكار الواردات على القلب لها أربع مصادر. لها إيه؟ أربع مصادر. الوارد الأول من الله تبارك وتعالى ويسمى خاطر، ثم الوارد من الملك ويسمى إلهام، ثم الوارد من الشيطان ويسمى وسواس، ثم الوارد من النفس ويسمى هاجس. الحقيقة إن كل وارد من هذه الواردات يحتاج إلى كلام طويل جدا، لكن الوارد من الله تبارك وتعالى، قال أهل العلم أن الحق تبارك وتعالى له خواطر على قلب الإنسان. طب الوارد من ربنا سبحانه وتعالى يأتي بخير ولا يأتي بحاجة تانية؟ طيب كلنا هنقول إيه؟ الوارد من الله لا يكون إلا بخير. طب رأيك في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة واحدة يقول قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، مش كده ولا إيه؟ وبعدها بشوية يقول لنا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال لنا في آية تانية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قالوا أن الوارد من الحق تبارك وتعالى يأتي للإنسان بحسب استعداده النفسي وبحسب ترقية نفسه، من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة إلى النفس الملهمة إلى النفس الراضية إلى النفس المرضية إلى النفس المطمئنة وما إلى ذلك. فأنت مقامك فين حتة؟ لأن دي اسمها مقامات النفس البشرية، ودي موجودة في القرآن الكريم. مقامات النفس البشرية تبدأ بالنفس الأمارة ثم بالنفس اللوامة وهكذا. فحيثما كان مقامك كان الوارد من الله تبارك وتعالى بحسب مقام نفسك. ثم بعد ذلك الوارد من الملك ويسمى الإلهاء. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة على قلب ابن آدم وللملك لمة، فلمة الشيطان إيعاذ بشر وأمر بشر، ولمة الملك إيعاذ بخير أو أمر بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لك حينما تترقى في درجات النفس البشرية وترتقي من النفس اللوامة، من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة ثم إلى النفس الملهمة، يقيض الحق تبارك وتعالى على قلبك ملكا يقال له الملهم، يلهمك دائما بالخير. ولذلك إن حتى يقول لك فلان ده يا أخي أصله إنسان إيه؟ ملهم. إنسان إيه؟ ربنا يجعلنا وإياكم من الملهمين. أصله إنسان إيه؟ ملهم. ملهم يعني هو ارتقى بنفسه إلى درجة النفس الملهمة، فقيض الحق تبارك وتعالى على قلبه ملكا يلهمه دائما بالصواب وبالخير. طب دو سهيل، نيجي بقى للإيه؟ للأصعب، الشيطان، الوارد من الشيطان والوارد من النفس. الشيطان لا يحدثك إلا بشر. ليه؟ لأن دي عداوة قديمة من أيام بقى سيدنا آدم، لما قال له اسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس وطرد ولعن. لكن خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى أجرى هذا الحدث اللي هو قصة سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع إبليس عليه اللعنة، وسطره في قرآن يتلى إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة علشان يدي لك أنت الإيه؟ العبرة والعظة، ويقول لك إبليس دخل لسيدنا آدم إزاي، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال له يا آدم إن هذا
على إبليس عدو لك ولزوجك، وهيحاول ان هو يطلعك من الايه؟ من الجنة. فخلي بالك، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومع ذلك إبليس بعد شوية لف على سيدنا آدم وهو بقى كده في الجنة، وقعد ينده عليه ويقول له ايه؟ يا آدم يا آدم. مين؟ قال له أنا. ما انتش عارفني، أنا اللي هدلك على الخير. قال له إيه الخير ده؟ إيه ده؟ يعني سبحان الله. قال له هل أدلك على شجرة، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ هم دول المدخلين الأساسيين بتوع الشيطان لكل إنسان ولكل نفس بشرية. إيه هل أدلك على شجرة الخلد وإيه وملك لا يبلى؟ قال لك أن حال الإنسان دائما مع النعمة أينما كانت، مهما كانت هذه النعمة، سواء كان بقى مال أو سواء كان جاه أو منصب أو حال الإنسان مع هذه النعمة لا يعدو أحد أمرين: إما أن يخشى أن تفوته النعمة، النعمة تسيبه وإيه وتمشي، منصب يزول عنه، المال يخلص من معاه، يبقى يفتقد بعد أن كان غنيا، يمرض بعد أن كان، وهكذا. إما أن يخاف أن تفارقه النعمة أو يفارق هو النعمة. ولذلك قال له الاثنين مع بعض: هل أدلك على شجرة الخلد؟ يعني إيه شجرة الخلد؟ يعني لو كلت منها هتبقى إيه؟ إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الله، طب البعيد لما انت عارف ان دي شجرة الخلد، يعني لو فيه يعني شوية فكر صغير كده، ولكنه بيتسلط علينا بالغفلة. طب انت لما عارف الكلام ده ما كلتش انت منها ليه يا اخويا؟ وبقيت ملكين، وبقيت ملك او بقيت من الخالدين، وجاي تدليني، يعني انت حبيبي قوي للدرجة دي؟ لكن الغفلة هي اللي بتعترينا. وربنا لما قلت، لما جاب الكلام ده في القرآن الكريم علشان احنا نقف معاه وناخد منه العبرة والعظة، بيقول له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ مش هيسيبك ابدا. هم دول المدخلين الاساسيين بتاع ابليس مع النفس البشريه ومع اي انسان. ولذلك يقول لك تسلط بقى الشيطان عليك، او مدخل الشيطان ووسواس الشيطان عليك او علاقته بيك، لها ثلاث مراحل. لها ايه؟ ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه اللي عليها عموم الناس، اللي هو حاله مع عموم الناس، الوسواس. وده ربنا سبحانه وتعالى يعني طلب مننا أن نستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس، اللي هو الشيطان أو وسواس الشيطان. طيب إذا أنت طوعت بدي الحالة الأولانية، يوسوس لك يعني إيه؟ يعني يقول لك اعمل ده علشان ما يفوتكش كذا، أو ما تعملش ده عشان ما عرفش إيه، أو يجي لك من الطريق ده. طيب إذا أنت سمعت كلامه يقوى سلطان الشيطان عليك. سلطان الشيطان مش هيبقى مجرد وسواس، وسواس ده يعني إيه؟ يرغبك ويرهبك بس، لكن ملوش سلطان قوي عليك. طب أنت إذا سمعت كلامه ومشيت وراه مرة ومرة ومرة ومرة، يقوى سلطان الشيطان عليك حتى يصير حاله معك أو حالك معه كحال الدابة أو كحال العبد مع سيده، أو كحال الدابة مع صاحبها. ولذلك حتى القرآن الكريم سجل ده وقال على لسان إبليس عليه اللعنة: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن يعني إيه؟ من الحنكة أعزكم الله، اللي بنسميها احنا الحكمة. يعني اللي هيمشي ورا الشيطان ويتبع هواه ويتبع نفسه هواها ويتبع سبيل الشيطان ده، الشيطان هيبدأ يتسلط عليه، ويقوى سلطان الشيطان عليه، ما يقدرش يعصي الشيطان. الشيطان يسوقه أعزكم الله كما تساق الدابة، يعمل له خزام كده وإيه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. طب أنا بقى حاربت الشيطان وحاربت هوى نفسي وعصيت الشيطان ده واستعذت بالله، كل ما الشيطان يجي لي أستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأرد كده الشيطان وأقفل أبواب الشيطان، يقول لك يخف سلطان الشيطان عليك حتى يصير كما ذكر سعادة الدكتور: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يصير
حال الشيطان معك مجرد طائف كده ما يقدرش يهوب منك. ولو يعني ضليع قوي بقى في الإيمان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه؟ إيه يا ابن الخطاب، إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر. أنت عارفين ليه بيفرق من ظله؟ حد يفكر في الحكاية دي؟ عارفين الشيطان كان بيفرق من ظل سيدنا عمر بن الخطاب ليه؟ لأن الإنسان زي ما سمعنا في القراءة نورهم يسعى إيه؟ الإيمان لما بيكتمل في مع الإنسان بيبقى نور، كأنه نور ماشي على الأرض. فالشيطان ده مخلوق من إيه؟ من النار. النار تحرق الطين. لما أنت تنغمس في الشهوات اللي هي حاجة الجسم البشري ده، اللي هي حاجة الطين، العنصر الطيني جواك، الشيطان يتسلط عليك ويحرقك. لكن أنت لو نفضت ده ولو عرفت تتخلص من الوساوس دي، هتصبح إنسان نوراني زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، إنسانا نورانيا، ووقتها يفرق الشيطان من ظلك كما كان يفرق من ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول له كده، إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان إيه؟ ما بيشوفكش ماشي في طريق إلا ما يحوض من طريق تاني. ليه؟ من إيه؟ من قوة إيمان سيدنا عمر، من قوة مجاهدة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للشيطان ولهوى نفسه وللمعاصي، وأنه دائما وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. آخر حاجة النفس بقى البشرية، آخر وارد. الفكرة بقى اللي بتجيلك من نفسك دي مشكلة، لأن دول احنا عرفنا نتعامل معهم ازاي، الشيطان نتعامل معاه ازاي، إنما النفس البشرية دي هواها، أو النفس البشرية زي ما يقولوا كده أعيت كل من يعالجها أو أعيت كل من يداويها. ليه؟ لأن النفس البشرية دي عميقة قوي، لها منحنيات ولها أهواء ولها مداخل، يعني قل ما يفهمها إنسان أو قل ما يحيط بها إنسان إلا رب السماوات والأرض، رب هذه النفس البشرية هو اللي علمنا كده. فالنفس دي لابد أن تكون وقافا أمامها، إياك أن تشبع رغباتها. تعرفين هي عاملة زي إيه؟ يعني كان أحد مشايخنا يقول لنا النفس البشرية دي يا ابني عاملة زي الزوجة الناكدة. اللي هي إيه الزوجة الناكدة؟ اللي هي لما تتسلط على صاحبها تزله وتستخدمه في إشباع رغبتها. أنا عايزة كذا، جاب لها ما بتشبعش عايزة كمان، جاب لها ما بتشبعش عايزة كمان، جاب لها بالحلال وما عادش عنده حلال هيجيب بالحرام وهيشتغل في الحرام، وبعد كل ده هتتنكر له ومش هترضى عليه وهتريد موارد التهلكة. هي دي بالظبط النفس البشرية. فعلشان كده يعني النفس دي أشد عدو الإنسان. ولذلك يقول لك إيه؟ لولا هوى النفس، لولا هوى النفس البشرية، ولولا أمارية النفس بالسوء، ما استطاع الشيطان أن يجد إليك إلى نفسك مدخلا أبدا، وما استطاع الشيطان أن يدخل إلى قلبك أبدا. أسأل الحق تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبعد عنا وعنكم وساوس الشيطان وهواجس النفس البشرية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا أيها الأحبة إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الدكتور صبري حلمي الغياتي، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف الجيزة، والتي حدثنا فيها حول كيفية التخلص من الذنوب، وذلك من خلال التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل. ثم أخذ فضيلته في الحديث عن إغواء الشيطان للإنسان، وكيف يتسلح الإنسان بسلاح الإيمان ليتصدى لفتنة الشيطان ولإغوائه، وأن يكون يقظا كما أمره المولى سبحانه وتعالى، أن هذا الشيطان هو عدو له، فلا يتبع خطوات الشيطان، بل يتسلح بسلاح الإيمان
بالله عز وجل، ويسارع دوما كلما أذنب أو أخطأ إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، نأتي الآن إلى مسك الختام، إلى مسك ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في أول يوم لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي يقام في هذا المسجد العامر برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا الأسبوع الدعوي الثقافي يستمر بمشيئة الله تعالى حتى نهاية هذا الأسبوع في هذا المسجد العامر. أيها الأحبة، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ندرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال، سائلين الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، مع فضيلة المبتهل الشيخ مصطفى الشجري. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة، اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته، وتب علينا يا رسول الله محمد صفوة الخلاق رحمته من قبل آدم والأكوان في عدم، محمد صفوة الخلاق رحمته من قبل آدم والأكوان في عدم، أصل الوجود أصل الوجود نواة الخلق قاطبة، ونبعث النور نجلي غيهب الظلام، والرسل من آدم لابن البتول، وإن جاد الزمان بهم في سالف الأمم، كل أتى رافعا كل أتى
رافع الأعلام بعثته فهو الأمير وهم كالجند والحشم. الرسل آدم لابن البتول وإن جاد الزمان وإن جاد الزمان به في سالف الأمم كل ما كان رافعا أعمال بعثته فهو الأمير وهم كالجند والحشم. الكرام
سجادا لا يحصي فضلك لا آخر لا يحصي فضلك لا آخر أو كاتب عددا ولا الشعر فسر سعادات الدارين طه الله الله حبيب الله من حاز الوجاه الله الله فسر سعادات الدارين طه الله الله حبيب الله من حاز الوجاه راح وكل المحاسن لو تراها حوى كل المحاسن لو تراها حوى كل المحاسن لو تراها ترى قمرا منيرا في العلالي وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله أيها الأحبة بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ مصطفى الشجري نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة أيها الأحبة كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني وكان معنا من العلماء الأجلاء الأفاضل من السادة المتحدثين سعادة وفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة وفضيلة الدكتور صبري حلمي الغاياتي مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف الجيزة وحضر معنا هذا اللقاء
كوكبة من علماء مصر وكوكبة من علماء وزارة الأوقاف الأجلاء. حضر معنا هذا اللقاء جمع من رواد هذا المسجد العامر. أكرر التحية والشكر إلى القائمين على هذا العمل بوزارة الأوقاف، كما أكرر التحية والشكر إلى العاملين في هذا المسجد العامر على حسن التنظيم وعلى بهاء وجمال هذا المسجد الذي حقيقة يشرح الصدر. حفظ الله مساجدنا وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر. حتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.